بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانيات المجربة. اللهم صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العليا، من اندرج النبيون تحت لواءه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إن شاء الله رب العالمين، إذا قدر الله وشاء واستفدت من الفايدة المقدمة الآن فضلا وليس أمر، أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على وضع الكل ليصلك كل فائدة جديدة مجربة، ولايك وشير الفيديو عشان الخير يعم أكبر عدد من الناس، والدال على الخير كفاعله حتى تتقاسم معي الثواب. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. فإلى فائدة اليوم، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة اليوم أظن أن كلنا محتاجينها في هذا الوقت العصيب، هو سر جديد وخاصة من خواص حرف النون الكريم، بس النهاردة هو هنستعين بالله، ثم هنستخدمه في جلب البركة لكيس المال اللي هو محفظة حضرتك أو البوك بتاع حضرتك. وإن كنت تاجر ممكن تحطه في درج الفلوس، بس دي أنا ما جربتهاش، أنا جربتها في البوك للسيدات وفي محفظة للرجال. جرب أنت وتوكل على الله، إن شاء الله بإيمانك بالله هتنجح في حكاية إن كنت تاجر حطه في درج المال، ورد لي خبر في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. حرف النون للبركة في كيس المال، احنا دلوقتي بنسميه بوك وبنسميه محفظة، اما اسيادنا العلماء كانوا يسموه كيس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو مجرب بعمل كده بالطريقة دي، ده كده نون، وباجي هنا بكتب نون 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 نون، خمسة نون هنا، نون 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 نون، أربعة نون. لا إيه يا أبو محمد، هنا خمسة نون وهنا أربعة نون؟ آه، ما أنت كاتب النون التاج، يبقى خمسة وأربعة تسعة، وأدي النون التاج عشرة. ركز معايا خطوة بخطوة، ليه بنعمل كده؟ أجي هنا كده نفس الموضوع، نون 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 نون. طيب اجي هنا كده نون نون نون
نون نون، وتستنطق الكتابة وانت بتكتبها. وهنا نون 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 نون، 5 فوق 4 التاج 1 بين 10. نون 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 نون. طيب كده نون التاج 1، نون 2، 3، 4، 5، وهنا 4، 1، 2، 3، 4. ممكن تستخدم أو تستخدمي مسطرة عادي جدا، مفيش أي مشكلة. نون 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 نون، 5، 4، نون 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 نون، بقى بالشكل ده. طيب ايه يا ابو محمد، ايه يعني ايه؟ طيب احنا قلنا حضرتك 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. طيب دول 9، وادي النون التاج 10، نفس الحكاية، 10، 10، 10، 10، يعني 50 في 5 أضلاع، يعني 50 نون. ارجع للفيديو اللي قبله، قلنا الحرف النون ترابي عدده، لفظ العدد 50 اهي. جميل جدا، هستعين بالله وباسمين عظيمين من اسماء الله سبحانه وتعالى. هما من اسماء الله الحسنى هو نور، اكتبه كده، نافع، اسمين، اسمين من اسماء الله الحسنى العظام، نور نافع بنفس الكيفية دي. طيب وبعدين يا محمد اعمل ايه؟ اه لا لسه لسه، ما تستعجلش. الآية هنستعين بالله وبالآية الكريمة، الآية رقم كام يا ابو محمد؟ 54. طيب من سورة ايه يا سيدي؟ من سورة صاد. بتقول ايه الآية الكريمة؟ بتقول ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، مش نفاذ، نفاد. طيب وبعدين يا محمد هنعمل ايه؟ هقول لك يا سيدي، حاضر، الشرح. ده مش محتاج شرف وعمار ولا تحصين ولا حاجة خالص. الشرح كالآتي: 1 يكتب، 2 ومعه الآية الكريمة، 3 مرات. يعني الآية الكريمة دي، خلاص أنا كتبت الشكل ده، الآية الكريمة دي أكتبها 3 مرات، 3 مرات. يبخر هنا 2 طبعا، يبخر، ركز في الحتة دي، بالعن باروت، مش العنبر، العنبر ده له شغل تاني في حاجات تانية، في فرق بين العنبر، والعنبر ده غالي،
وفي فرق بين العنبرات، كل العطارين كبار السن البلدي، العطارين البلدي كبار السن عارفينه، هو رائحة نفاذة جميلة ذكية ورخيص الثمن، أرخص من العنبر. العنبروت أقولها لك تاني، العنبروت مش العنبر، العنبروت رخيص الثمن، ريحته نفاذة ذكية جدا، يبخر بالعنبروت، زائد العود، اللي هي العودة، العودة الهندي، الهندي أصل فيه كمبودي وفيه 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 وفيه، العودة الهندي أهي دي شغل الرئيسي بيها. بس دي أنا جايبها معايا من الخليج يعني. طيب، ثلاثة له رصد معين في أي وقت. طب أقوى حاجة يا أبو محمد؟ أقوى حاجة له حاجة قوية جدا، يوم الخميس ساعة شروق الشمس، ينكتب في أي وقت يعجبك، ولكن أقوى رصد له الخميس ساعة شروق الشمس. طبعا الجماعة الربحانيين بنقول الساعة الأولى. طيب أنا بكلم العامة، العامة الراجل أو الست اللي عايزين يعملوه عشان ربنا يوسع كده ويكرم والبركة تيجي، فلما بلاش أقول لهم الساعة الأولى، خلي ساعة شروق الشمس، صلي الفجر بص تلاقي الشمس بتطلع، هي الساعة دي، هي الساعة دي يوم الخميس، وحضرتك تحطه في محفظتك أو حضرتك تحطيه في البوك بتاعك، إن شاء الله بإذن الله في الأول وفي الآخر ربنا هينزل البركة بسر الحرف العظيم ده في الكيس. حضرتك تاجر حطه في درج المال، بس أنا ما جربتوش في درج المال، ما جرب أنت وتوكل على الله، لكن أنا جربته في الكيس في المحفظة وفي البوك، وتوكل على الله، والله المستعان، وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد، يحصل المراد. الفائدة أهي، أدي الشرح أهو، الشرح عشان تصوروا. وبرضو أنا بعتذر معذرة، أنا مش ضليع في التصوير، أنا دماغي كلها في العلم. أدي الشكل، أدي الفائدة أهي، الفائدة قدام حضرتك، وهو ده اللي عليه المدار، ارسمه بمسطرة، تقدر ترسمه بمسطرة وبهدوء وما تغلطش. أهو الآية الكريمة أهي، بعد ما رسمت الرسم بحط الآية الكريمة، بكتب الآية الكريمة ثلاث مرات أهي، وآدي الشرح أهو بالتفصيل. والله المستعان على ما يصفون، والحمد لله رب العالمين. وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله، مع فائدة جديدة مباركة مجربة. تواصل على الواتس من 10 صباحا 8 مساء يوميا هذا الجمعة، وأترككم في أمن الله وحفظه ورعايته، والله الموفق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.